السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنقوم بدراسة الدرس الأخير في المستوى الثاني بعنوان Indirect Object Movement، حركة المفعول الغير المباشر، حيث أن Indirect Object المفعول الغير مباشر الذي تم دراسته في الدرس السابق يمكن أن يأتي في موضعان في الجملة، وسنأخذ أمثلة على ذلك. Your mother buys a big birthday cake for you. الأم تشتري لك كيكة عيد ميلاد كبيرة. نلاحظ أن for you الـ indirect object أتى في نهاية الجملة. For you. Your mother buys you a big birthday cake. الأم تشتري لك كيكة عيد ميلاد كبيرة. نلاحظ أن الـ indirect object في هذا المثال أتى بعد الفعل buy. مثال آخر. Your father buys a bike for you. الأب اشتري لك دراجة. نلاحظ أن الـ indirect object for you أتى في نهاية الجملة. بشكل آخر. Your father buys you a bike. الأب اشترى لك دراجة أو يشتري لك دراجة. نلاحظ أن الـ indirect object في هذا المثال أتى بعد الفعل buy. For you في النهاية. You بعد الفعل. وبذلك نكون قد أنهينا المستوى الثاني. بالتوفيق للجميع وشكرا.